مومياتين اللي عثر عليهم في طب وزير السمجنة في اسكندرية. أيوة. يعني أنا البعثة دي أنا بشتغل مع الست دي من دومينيكان ريبابليك. أيوة. حوالي 12 سنة. ياه. الحقيقة أن الكلام اللي كتب في الجارديان ده ليس له أي أساس من الصحة. ما هنا المرجعية، أنا قلت أن أي معلومات بتتقال بنروح يعني للدكتور زاهي للمرجعية. بكل أمانة المومياتين اللي هم 12 في الجاردن النهاردة. أيوة. أنا كشفهم معاها في 2010. في 2010؟ آه. ولا يوجد أي دليل في معبد تابوزيلي في مجنة لكليوباترا إطلاقا. طب أنا مش عارف. بدأنا عشان نكشف، اعتقدت الست دي أن كليوباترا ومارك أنتوني مدفونين هناك. اشتغلنا 12 سنة برا وجوه المعبد ولم يتم العثور على أي حاجة تدل أن المقبرة موجودة في هذا المكان. أنا بعرض دلوقتي، مش عارف إذا كنت حضرتك شايفني ولا لا، أنا ماسك الورقة في إيديا أهي. جولاي 13 يوليو 2020، والترجمة المباشرة: مومياوات جديدة يتم اكتشافها في مصر. الكلام ده قد تفتح أمامنا معلومات عن مقر مقبرة كليوباترا. الدكتور مصطفى وزيري الشهر اللي فات رد على الست دي بنفس الكلام، وقال ان مفيش اي دليل لوجود كليوباترا. انا لما شفت الجارديان وشفت المومياوتين، انا بعت الصور دي لصحفي في المانيويل اللي موجود في القاهره اللي بيمثل الصحافه الفرنسيه، قلت له دول الصور اهي، الصورتين اللي عرضهم الجارديان انا بعرضهم في محاضراتي من 2010. أيه. لما كنا بنتكلم عن كليوباترا، مفيش دليل في معبد تابوزير سمجنة في برج العرب في اسكندرية على وجود أي حاجة تدل إن فيه الملكة كليوباترا مدفونة في هذا المكان، والمومياتين اللي عليهم قشور من الذهب كشفوا في 2010 وأنا موجود مع البعثة بشتغل معهم.